وائل الدحدوح أو العم أبو حمزة، وإن شئت فكل أيقونة الصمود الفلسطيني. في عام 1988، اعتقلته قوات الاحتلال بسبب مشاركته في الانتفاضة الأولى، ليبدأ بذلك مسيرته في عالم الصحافة. ومنذ ذلك الحين، كان ناقلاً لأخبار الحروب التي شهدتها غزة. حيث فقد العديد من أحبائه في طيات تلك الأحداث. وفي الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2023، استشهد عدد كبير من أفراد عائلته، بينهم ابنه وابنته وزوجته وحفيده، إثر قصف إسرائيلي على إحدى المنازل في مخيم النصيرات. وفي الخامس عشر من ديسمبر من نفس العام، تعرض خلال قصف إسرائيلي لإصابة في كتفه. أثناء تغطية أحداث الحرب والذي أسفر أيضا عن استشهاد زميله سامر أبو دقة وفي السابع من يناير عام 2024 استشهد نجله البكر حمزة في قصف مباشر استهدف سيارة كان بها هو وزميل له العم أبو حمزة يمثل حال أكثر من مليونين من أبناء قطاع غزة السابع من أكتوبر لم يكن بداية القصة بل كان مجرد فصل جديد في سجل الصمود